اليوم على ماركو رويس في هذه المباراة أمر طبيعي عندما تواجه فريقك السابق، وأكيد سيحاول أن يقدم أفضل ما عنده. سنكون معكم بعد قليل، فلا تذهبوا بعيداً. الأمطار تتساقط هنا في ملعب بروسيا بارك، وأجواء جميلة قبل انطلاقة المباراة. هذه أجمل تحية مني محدثكم فارس عوض في مجريات هذا اللقاء. واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن منافسات الدوري الألماني، فريق بروسيا مونشنغلادباخ في مواجهة بروسيا دورتموند. كل متحمس جدا لهذه المباراة، وأتمنى أن تكون على مستوى الحدث وترضي هذه الجماهير الحاضرة. مباراة أولى يشارك فيها، الكل ينتظر وينتظر الإضافة التي سيقدمها للفريق. من المهم اليوم بأن يسجل، لأن المهاجم دائما مطالب بالتسجيل، وأهم بصمة يمكن بأن يتركها في ظهور الأول وأن يسجل هدف، حيث تكون هذه الجماهير بعد ذلك فكرة إيجابية بالتأكيد. بروسيا مونشنغلادباخ هو واحد من أعرق الأندية الألمانية، وتأسس في 1900 يلقب عشاقه بالمهور، وأخرج أساطير كثيرة في الكرة الألمانية، ويعتبر واحد من أكثر الأندية شعبية في ألمانيا. تشكيلة بروسيا مونشنغلادباخ على الشاشة، فريق يعتمد على طريقة 4-5-1 في مباراة اليوم. وهذه هي التشكيلة الأساسية لفريق بروسيا دورتموند في مباراة اليوم. الفريق راح يعتمد الخطة 3-5-2 التقليدية. ممكن أن نشاهد الهدف الأول في هذه، وهدف من ضربة جزاء، هدف أول في المباراة. بيلعب للكرة في منتصف 18، الله على المدافع، قطع للكرة، يا رب. كرة عند بيلينغهام، أمريكان، إنقاذ رائع للتسديدة. الآن اشتعل، مميز الضغط العالي في استعادة يا الله على التصدي، انظر إلى سومر، ركنية وفرصة لبروسيا دورتموند للتعادل. أوه، إن لم تقدر عليهم انضم إليهم. الآن من كان يتوقع كل يوليان براند، حلوة كرة، كانت فرصة متاحة لتوسيع الفارق في المباراة وحسم الأمور بشكل كبير، لكن لم يتم استغلالها. يا سلام، حلوة البينية، والتصدي المميز الآن من حارس المرمى. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind.
That's all we have time for today. Thank you. مباراة كبيرة اليوم مشاهدينا. نبدأ المشوار في دور المجموعات لدوري الأبطال. دور المجموعات واللي عادة ما تبحث فيه الفرق عن بداية قوية وعن ثلاث نقاط أولى. سنكون معكم بعد قليل في تغطية مباشرة متكاملة حيث نادي سبورتنج لشبونة سيقابل نادي بروسيا دورتموند. مرحبا بكم متابعينا مشاهدينا في كل مكان من ملعب المباراة. أؤكد لحضراتكم بأن الأجواء رائعة، أجواء مثالية لممارسة كرة القدم. هذه تحياتي، محدثكم فارس عوض، سأكون معكم من كابينة التعليق. نشهد اليوم مباراة في مرحلة المجموعات من دوري الأبطال، فريق سبورتنج لشبونة ضد بروسيا دورتموند. من المهم جدا الثبات على المستوى في دور المجموعات وعدم إهدار النقاط، لأن ليس هناك فرص كثيرة للتعويض، ولا بد أن تكون مدركا لقيمة كل مباراة ونقاطها، لأن في النهاية جمع هذه النقاط يفيد في الاستمرار في البطولة. الجميع ايضا الفريق يعتمد على الكرات المرتده، فريق يعرف كيف يستغل المساحات في ارضيه الملعب، دائما الحركه الكبيره ايضا بدون كره، والانطلاق ايضا بشكل سريع يجعل الفريق دائما يشكل خطوره وقت امتلاك الكره. وهذه هي التشكيله الاساسيه لفريق بروسيا دورتموند في مباراه اليوم. والفريق سيلعب بخطه 3-5-2 في هذا اللقاء. سبورتنج لشبونة اوهو مستحيل الكرة امريكان يا سلام على التصدي، تصدي ممتاز يوقف خطورة الكرة ويمنع التسجيل هنا. الآن مع بيلينغهام، المهارات هذه ما تفيد كثير، كرة بتضيع بعيدة عن المرمى. الآن مع بيلينغهام، أمريكان والكرة في المرمى. بروسيا دورتموند مستحيلة فعلها حارس المرمى. ينجح الحارس في التصدي. مستحيلة يا رويس، حارس المرمى بدون أي فرصة للتصدي لهذه. الكرة الرأسية، ردة فعل خيالية كانت في غاية الخطورة. يعترض الكرة بكل سهولة. تصويبة لكن الكرة بتعدي، تعتلي العارضة في اللقطة الماضية. حلوة الكرة وحلو التنفيذ، لكن ماركو رويس تصدي جيد للكرة. التصدي، الله على كرة رأسية مثالية باتجاه المرمى.
Some questions regarding the match. That'll be all, thank you.